إضافة جديدة جرت البند 2 للمحكمة التحقق. هذه وسيلة تأكيدية كي تتأكد المحكمة من أن هذا العنوان للشاهد هو عنوان صحيح وحقيقي من خلال بالوسائل الإلكترونية. يعني ما تفضل فيه الزميل الأستاذ صالح هو ليس دقيقا أبدا، لأن المادة الأصلية لم يجري التعاطي أو العبث فيها بالقطع. طيب إذن مقترى صالح لم ينجح. مقترى صالح، من مع قرار اللجنة بالمادة 5 برفع الأيدي؟ الأغلبية. المادة 6 أتنين موافقة، إضافة عبارة الأوسع انتشارا وفقا لما يحدده وزير العدل بعد عبارة صاحبيتين محلويتين يوميتين الواردة في الفقرة 1 من المادة 8 من القانون الأصلي. سيد صالح عرمود، مصطلح غير هالتعبير دقيقا، لا دقيقا وما أعرف شو أحكي ودقيق في كلامي. هون النص يا سيدي، ما دام وزير الصناعة والتجارة حضر وبجنب وزير العدل، أنا بقول هذا مخالف لقانون المنافسة، إنه يحصروا الصحف الأكثر انتشاراً وأن تصدر من وزير العدل تعليمات، أنا برأيي أنه لا يجوز، حتى أننا لا يجوز لنا أن نفوض صلاحياتنا التشريعية لأي جهة كانت. وبالتالي أنا باعتقادي أنه هذا خلل في المساواة ويتعارض مع قانون المنافسة اللي أقرت وزارة الصناعة والتجارة، وما بعرف كيف وزير الصناعة والتجارة وافق على مثل هذا التعديل، وشكرا. خاصة أو الاحتكار. اتضحت الصورة سيدي. السيد أحمد الرقم. شكرا سعادة الرئيس. أقترح شطب بخصوص إضافة عبارة الأوسع انتشارا وفقا لما يحدده وزير العدل. من مع مقترى صالح؟ لم ينجح. أحمد الرقم، شطب عبارة وفقا لما يحدده وزير العدل، برضو لم ينجح. الأغلبية. المادة 7-1 موافقة بعد أولاً شطب عبارة جاز تبليغه والاستعاضة عبارة اتفاقات والاستعاضة عنها بكلمة اتفاقيات. 2 موافقة بعد أولاً إضافة كلمة أصولياً بعد كلمة تبليغ. 2 شطب كلمة تاريخ والاستعاضة عنها بعبارة اليوم التالي. وليس لكنني مع إصراري على إلغاء الشركة الخاصة في هذا الجانب. ثالثاً ورابعاً، يعني لما أقول ذلك مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية، أنا كمواطن عادي شخص عادي شو بعرفني شيء الاتفاقيات الدولية؟ يعني إذا إحنا نواب أو سياسيين ولا هي واردة شيء الاتفاقيات الدولية، هل هي فيينا وغير فيينا؟ طيب أنا بدي هذه قانون اذكر لي شيء الاتفاقيات الدولية أو حدد لي ما هي الصلاحيات الواردة أو المادة اللي واردة بالاتفاقية الدولية بخصوص التبليغات. أما تترك لي اتفاقيات دولية دون تحديد، أنا باعتقادي لابد أن يكون حتى لو بدي استند الاتفاقية الدولية أن يرد النص المادة بهذه الاتفاقية الدولية ليطلع عليها كافة الناس، وكافة الناس العامي والمثقف ورجل القانون والقاضي أيضا. أما تطلق على إطلاقها فأنا باعتقادي شكرا خلل كبير. أحمد الرقب، وشركة مختصة، وأعتقد أن المقصود شركة مختصة كأرامكس مثلا، فأقترح التعديل مع الاحترام. شكرا. إذا المقترح السيد صالح اقترح إلغاء عبارة مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية. من مع صالح؟ لم ينجح مقترح صالح. أحمد الرقب، شطب عبارة شركة خاصة والاستعاضة عنها بشركة مختصة، لم ينجح. المادة 7 أولا وثانيا، ويعني في 1 وثانيا أولا وثانيا، يعني المادة 7 كاملة. من مع قرار اللجنة؟ الأغلبية. المادة 8 موافقة بعد إعادة صياغة المادة لتصبح بالنص التالي. المادة 14-ألف، متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفقا للأصول المبينة في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى تسير في الدعوة، وإلا فتقرر إعادة التبليغ. ب، إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يقع أصلاً أو أنه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال المحضر أو تقصيره، فتقرر إعادة التبليغ ويجوز لها أن تقرر الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تتجاوز 100 دينار، ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً. صالح العرموطي، شوف يا سيدي، بإلغاء عبارة 50 دينار والاستعاضة عنها بعبارة 100 دينار، أنا بدي أسأل الحكومة كلها وين الخمسين دينار الموجودة في النص الأصلي؟ وينها؟ يعطوني إياها الموجودة في النص الأصلي. لا يوجد بالنص الأصلي 50 دينار نهائياً، إنما موجودة، اسمعني يا سيد،
إنما موجودة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تتجاوز 50 ديناراً. خلينا دقيقة يا أستاذ دكتور مصطفى، لا تقل عن 20 إلى 50. هم شو قالوا؟ بعبارة 50 دينار والاستعارة عنها بعبارة 100 دينار. هون النص لا تقل عن 20 دينار. إجت اللجنة مشكورة أكدت الحد الأدنى لا تقل ولا تزيد. أكدت عن 20 دينار و100. طب أنا المحضر مسكين لما غرموا 20 دينار وتغريمه 20 دينار تكسر ظهره. يعني إجيت رفعت عليه على المحضر 100 دينار واستعملت نص أن القرار يعتبر قطعي، بمعنى لا القاضي ولا غيره إذا قرر تغريمه 100 دينار يعني راتبه الكامل بروح إنه يصرف. لماذا لا نعطي الحق؟ بجوز هناك قد يكون سبب مشروع، لماذا لا أعطيه حق الاعتراض على مثل هذه القرارات؟ حق الاعتراض لعل القاضي يقتنع بالسبب الذي أدى اللي فرض عليه الغرامة ويعدل هذا القيم. ولذلك أنا مع أن لا يكون القرار قطعياً وأن يكون 20 ديناراً مع الحق كل المحضر بالاعتراض. هذا جانب. الجانب الآخر مع الأخ الحديث، أنت قلت هون عن محضرين، حصلت بالمحضرين. طب أنت الآن أعطيت فرصة للشركات الخاصة، لماذا لا يرد نص عن المحضرين وعلى الشركات اللي بتبلغ بتقوم بقوم المحضرين؟ ليش أنا حصلت في المحضرين أما الشركة ما لهاش غرامة؟ لا، أنا بدي أفرض أيضا على الشركة غرامة وهي تقوم بقوم أي محضر الشركة. تفضل معالي الوزير. سعادة أستاذ أبو عماد، الحقيقة الجزاء موجود في المادة 3 من المشروع. الجزاءات التي تفرض على المحضرين تفرض أيضا على موظفي الشركة الخاصة الذي يسند إليهم مهمة التبليغ. رفع العقوبة أو الغرامة حد 100 دينار نظرا لأهمية الإجراء الذي يباشره المحضر، وهي رسالة من أجل أن يتم العمل بالصورة القانونية. الأمر الآخر المتعلق أنه قطعي، المقصود بالقطعية أخواني الأعزاء وكما جرى عليه القضاء أنه غير قابل للطعن أمام القضاء الأعلى، لا يجوز استئناف هذا القرار. لكن درجة المحاكم على أنه كلما وجدت سببا مبررا أو سائغا منطقيا تستطيع القاضي أن يرجع عن قراره دون الطعن فيه وفقا لمقتضيات العدالة. وشكرا. إذا بنصوت على مقترح صالح، اقترح إضافة على النص إذا فرض غرامة على الشركة التي تقوم بالتبليغ، لأنه لم يرد هنا نص. من مع مقترح صالح؟ لم ينجح مقترحك يا أبو. لا، ما نجح يا سيدي. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 زميل لم ينجح المقترح. من مع قرار اللجنة بالمادة 8 برفع الأيدي إذا سمحتوا؟ الأغلبية. المادة 9 موافقين. المادة أسحب اقتراحي. شكرا. أشكرك شيخ. سيدي حق الزميل أن يداخل وحق المجلس أن يصوت. تفضل أبو عماد. تسلم يا سيدي. وبيجوز العدد اللي نعد يا سيدي، بس للتوضيح ولا أشكك في العدد، لما عدينا العدد وعديت المخالفين، العدد اللي صوت لصالح القرار أكثر من عدد اللي رفعوا أيديهم. يجوز لأنه مش كل المجلس موجود. هلا بنفحصهم بالمادة 10 ونشوف. طيب يا سيدي، بس هذا للتوضيح. شفت أقول لك يا سيدي، المادة 10 إحنا بدنا دائما نراعي الطرف الضعيف، معالي الأخ، الطرف الضعيف اللي هو المواطن، مش يعني المواطن اللي الفقير. انا لما اجي اقترح شرط عبارة يسقط حق المدعي في تقديم اي بينة اخرى، يعني لما انا يجب على المدعي او وكيله ان يوقع على كل ما شاء، اما يسقط حق المدعي في تقديم اي بينة اذا لم يقدمها خلال حسب ما ورد في كذا وكذا. طيب انا مواطن بترافع امام قاضي الصلح وبجوز ما يكونش له محامي، وما وبجهل انه لازم انت ترد على اللائحه الجوابيه خلال مده محدده حسب ما هو وارد في الشروط 1, 2, 3, 4. واجاب اول جلسه قال له القاضي شفق عليه وقال له وكل محامي. وكل محامي بعد اسبوع او قبل موعد الجلسه بشهرين. انا هنا احرمه من تقديم بينته؟ طب بلكي معاه سند براءه الذمه،
وما فيش شك منتهي، لماذا لا أعطي صلاحية للمحكمة، أعطيها سلطة تقديرية ما لم ترى المحكمة خلاف ذلك؟ بجوز المحكمة تشوف أو لغاية الفصل بتاع. إحنا الآن في المحاكم أبعض مرات بتدخل لغاية الفصل في الدعوة، تعطي مجال لسماع البينة. وقلت لكم هذيك اليوم إنه إحنا في نقابة المحامين خسرنا دعوة لأننا لم نتقدم بلائحة جوابية وحرمنا من تقديم البيانات، وحكمتنا المحكمة ب400,000 دينار. 400,000 دينار حرمان، ذلك معناته استحقاق القانوني حرمت منه. فلماذا لا أعطي الحق في هذه المسألة للمواطن؟ طرح السؤال. لا يسقط، لا يسقط. طيب خلينا نصوت يا أخوي. مدعيان في تقديم أي بينة أخرى أو يضاف ما لم ترى المحكمة خلاف ذلك. زملاء بنصوت، إحنا قاعدين. 2 4 6 8. يا أخوان مالكم؟ طيب احكي احكي، تفضل. عفوا. بالزميلات والزملاء المحترمين مع وجاهة كل الاقتراحات التي تقدم، أن هذا القانون هو عصب القضاء وهو عصب القضية المدنية التي تبدأ بقيد الدعوة وتنتهي بإصدار الحكم فيها. هذا واحد. 2، أن حكم المادة 100 الغير مطروحة للتعديل هي التي تعطي القاضي صلاحية مطلقة في إبراز أي بينة وتقديم أي مستند، في أن نص مادة 100 وهي غير مطروحة. الأمر الثالث، عندما نتحدث عن قانون إجرائي نتحدث عن مواعيد سقوط، ونتحدث عن مواعيد تقادم، ونتحدث عن مواعيد تنظيمية. أصلاً إجراءات خلينا نخلص عند منين. هذه مواعيد السقوط من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها. أنا اليوم قاعد بقول عشان أنا أترك المماطلة جنبا وأقول للناس بدي أرجع يثقوا في القضاء، وأن القضاء هذه عدالة ناجزة، يستطيع القضاء الفصل في ادعاءاتكم ومدعياتكم وحقوقكم خلال فترة وجيزة، ولا نهرب الاستثمار. أحد أهم أسباب طارد الاستثمار هو إطالة أمد الدعوة في القضاء نتيجة هذه الإجراءات العقيمة. جئنا لنؤكد على ضبط كل المواعيد. الأمر الآخر اللي بتتحدث فيه أيها السادة المحترمين، المدعي ينبغي أن يتتبع دعواه من البداية، وينبغي عليه أن لا يذهب إلى القضاء إلا أن تكون دعواه جاهزة بكل بيناتها. شو المعنى اليوم أقدم دعوة وكل يوم أقول القاضي عندي بينة وعندي شاهد وبكرة بدي أجيبه وبعد بكرة بدي أجيبه؟ هذا ليس قضاء. نحن جئنا هنا مع كل الاحترام والتقدير لوجهة كل المداخلات، لكن هذا هو عصب القضاء. شكرا سعد شوي. نقطة نظام عبد المنعم. نعم تجاوبنا بدقة حتى صورتها. رأي الأستاذ صالح، يعني نقطة النظام، أن الأستاذ صالح يقول أن المدعي قد يمثل أمام القضاء ويحرم لأنه ما بيعرف القانون، قد يحرم من الدخل. أولاً، هذا القانون قانون سوء المحاكمات المدنية يطبق على المحاكم التي تنظر أمام القضاء، التي تنظر أمام محاكم البداية والتي تزيد قيمته على 1,000 دينار. قانون الإجراءات المحاكمة أمام محاكم الصلح نظمها قانون محاكم الصلح. ثانياً، القضية اللي بتزيد عن 1,000 دينار لا يجوز المثيب فيها إلا بواسطة محامي أمام قاضي الصلح. بالتالي أصبحت عندي أنا قضية واحدة فقط اللي بمثل فيها المدة عليه أمام المحكمة بدون محامي، وهي الدعوة التي لا تزيد قيمتها على 1,000 دينار. وبالتالي أعتقد أن هذه النصوص هي تنظم الإجراءات أمام محكمة البداية وليس أمام قاضي الصلح كما ذكر الزميل. وبالتالي بعتقد حصر البينة، ونحن نتحدث عن طول أمد التقاضي والعراقيل التي تزيد من الوصول إلى الحق وتشكل عائق أمام الوصول لصاحب الحق إلى حقه، هذه الإجراءات، هذا النص بعدين معمول فيه من القانون السابق المفهوم حصر البينة. نقطة نظام قيس، يعني بده القانون مجهز كامل بياناته. وبالتالي أنا أتفق بالكامل مع الزميل مصطفى ياغي على أنه هذا القانون وجد لإلغاء المماطلة، لأنه المحاكم لا تتحمل أكثر من ذلك مماطلة، وبالتالي وجود هكذا قانون على المحامي أن يكون جاهز ويقدم بياناته أمام المحكمة في وقت محدد وهو الوقت المنصوص عليه في القانون. وشكرا. نقطة نظام صالح العرموطي. ليست من النظام العام لأنها لم تكن موجودة لا في قانون محاكم الصلح، طيب، ولم تكن موجودة في أصول المحاكمات البدنية في متعلق بالبداية، وإنما جرى تعديل على قانون أصول المحاكمات البدنية يحرمه، بمعنى أنها لم تكن من النظام العام. لم تكن من النظام العام، وبالتالي إذا إحنا الذين نضع التشريع إحنا أصحاب القرار إنه نعطي مجال. شكرا. وأنا سواء كان مدعيا أو مدعي، طيب، ولا مقصورة عن لم يعني. شكرا سعادة الرئيس. من المهم جدا الحقيقة أن تتضح الصورة أمام كافة الزميلات والزملاء في المجلس بأن هذا القانون هو قانون إجرائي. هذا القانون يدير سلوك النزاع أمام القضاء.
هذا القانون يجمع جملة من الإجراءات القضائية التي تتم أمام القضاء. المادة مناط المادة 57 يتحدث عن تقديم لائحة الدعوة وما هي البيانات التي يجب أن تتضمنها وقائمة البينات جميعها ومفرداتها، ويجب أن تقدم خلال مهلة وميعاد محدد. كل قانون أصول المحاكمات المدنية يجمع جملة من الإجراءات أمام القضاء، ولكل إجراء شكل وميعاد أو ويرتبط بميعاد أو مهلة أو مدة. إذا ما أسقط هذا النص البند 2 والجزاء يجب أن يكون لكل إجراء جزاء، وإذا أسقطنا الجزاء أفقدنا هذا النص قيمته بالكامل. مادة 57 نروح نشطبها بيكون أحسن. طيب شكرا وزير العدل. يا أخوان إذا تكررت اقترح في هذا المشروع يعتبر روح العدالة في هذا القانون بأكمله، وإلا سنعود إلى المربع الأول. إحنا الغاية من التعديل ضبط العشوائية في تقديم البينات. قانون أصول المحاكمات المدنية الأصلي أوجب تبادل اللوائح وأوجب حصر البينة، ولكنه غفل عن مسألة مهمة وهي الجزاء على مخالفة تلك القواعد، ولذلك دون التعديل تصبح تلك القواعد تنظيمية لا قيمة لها. الآن بفرض جزاء الإسقاط عندئذ يلتزم الجميع، وهي قاعدة ضرورية للمعادلة الصحيحة والعادلة ما بين المدعي والمدعى عليه. في القانون الأصلي الآن المدعي عليه إذا لم يقدم بياناته في الموعد الذي حددته المادة 59 سيسقط حقه في تقديم البيانات، ولا يبقى له إلا تقديم مذكرة يجمل فيها دفاعه واعتراضاته مع حقه باليمين الحاسمة. طيب. هذه المعادلة هي التي عادت الوضع إلى العدالة الصحيحة بين الطرفين. شكرا. حسين القيس وقت النظام. نعم سعادة الرئيس، تصحيح واقعة وردت على لسان الزميل أن اللجنة والمشروع الجديد استحدث هذا الحكم، والصحيح أن هذا الحكم لم يتغير لا في القانون السابق وبقي كما هو في القانون الحالي. إضافة إلى أنه مدة 30 يوم للمدعي حتى يقدم بيناته هي فترة كافية، وله أن يطلب من المحكمة حسب التعديل مهلة مدتها 15 يوم، يعني 45 يوم لتقديم بياناته، هي فترة كافية لتقديم وحصر كافة بياناته. شكرا. إذا مقترح صالح على المنتج الله في ما لم ترى المحكمة خلاف ذلك. من مع مقترح صالح؟ لم ينجح المادة 10 برفع الأيدي إذا سمحتوا. الأغلبية. المادة 11 موافقة بعد. أولاً شطب عبارة الخصم بإيداع والاستعاضة عنها بعبارة الأطراف بقيد الدعوة وإيداع. ثانياً شطب كلمة الخصم والاستعاضة عنها بكلمة غير الواردة في الفقرة 2 من المادة 58 من القانون الأصلي والاستعاضة عنها بعبارة مرفقاتها المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة إلى المحضر. أخ صالح تفضل. جوازي وجوبي. سريع أقترح ترك الأمر جوازي وليس وجوبي، لأن هناك طبقة وشريحة كبيرة يعني لا تستطيع. أنا لماذا سيدي؟ لماذا سبق لنا أن فوضنا الصلاحيات للحكومة من المجلس السابق عشر في ضريبة المبيعات، وضريبة المبيعات كانت 4% و8% سووها بموجب الصلاحيات التي فوضنا السلطة التشريعية السلطة التنفيذية بها، صارت ضريبة المبيعات بقرار مجلس الوزراء وصلت ل 16% دون الرجوع للنقابة. لو حددنا احنا بقانوننا ممنوع إلا بموجب قرار تراقب السلطة التشريعية ما كان صار، وبالتالي إعطاء السلطة أن تقر بنظام ونفوض صلاحيتنا لإن أصحاب الولاية أنا برأيي أنه يتعارض مع الدستور، لأنه إحنا بنشرع وليس الحكومة التي تشرع. طيب. أو نضع التشريع. بدك تحكي مصطفى؟ لم ينجح المقترح 18. من مع قرار اللجنة بالمادة 11؟ الأغلبية. المادة 12 موافقة مثلا. أما سابعا وسادسا موافقة. سابعا موافقة بعد الشطب عبارة من تاريخ والاستعاضة عنها بعبارة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ، ثم إضافة عبارة وإلا فقد حقه بذلك إلى آخر البند 6. شوف اللي أصلا أحد الزملاء في اللجنة القانونية كان معترض عليها في مكان آخر، يعني أنا كيف أنا مبدأ المساواة بين الخصوم، أنا بعمل مساواة الخصوم، واحد الزملاء خالف إنه تعطى للنائب العام المدعي العام 30 يوم والنائب العام 60 يوم، وأنا أعطوا يا سيدي المدعي العام المحامي العام المدني أعطوه 60 يوم، ليش أنا أعطيه؟ أنا مساواة بين المواطن زي الحكومة والمحامي العام المدني، والمساواة بين الخصوم.
على الرغم انه كمان يسجل للاجانب انه هذا الامر الغت قرار الحكومه بالخصوم، ما قال خصوم، استبدلتها بالاطراف، وهذه نقطه ايجابيه. لذلك بعدين احنا لغينا المحامي العام المدني، احنا الان لغينا المحامي العام المدني، قانون وكلاء اداره الدعوه، برد بكرس موضوع المدعي العام وببقيه كما هو، وبكره قبل ما يصدر بجريده رسميه بروح بقول له بدي اعدل المحامي العام الى الوكيل الدعاوى الحكومه. طيب خلينا من الان، لانه الان على دورتنا الاستثنائيه مع الاخ، طيب. على دورتنا الاستثنائيه تغيير الغي المحامي العام المدني، ما عاد الوجود في وكيل اداره الدعوه. ولذلك انا المساواه ما نعطي لاي جهه مده اكثر، ان معطينا الغاء 60 يوم والمساواه مع المواطن. الماده 12 اخواني موافقه. رابعا من مع قرار اللجنه؟ موافقه. خامسا مقترح صالح الا اذا رأت المحكمه خلاف ذلك لغايه الفصل في الدعوه. من مع مقترح صالح؟ لم ينجح. من مع قرار اللجنه في خامسا؟ موافقه. من مع قرار اللجنه في سادسا؟ موافقه. ماده 13 اولا موافقه بعد شرط حرف واو والاستعاضه عنها بأو حرف او. ثانيا ها موافقه. ثالثا واو موافقه. رابعا ثلاثة موافقة بعد إعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي: دعوة الخصوم ووكلائهم للحضور وعرض تسوية النزاع القائم بينهم وديا وله إحاطة الدعوة بموافقة أطراف الدعوة إلى الوساطة للسعي لتسوية النزاع وديا. خامسا خمسة موافقة. سادسا موافقة. ثمانية موافقة. تسعة موافقة. ايش يا أبو عماد؟ المادة 13 نقدم مشروع قانون على فكرة ولا مادة غير مشروع الحكومة بالخصوم وقالت خليه أطراف الدعوة. بتيجي هون بتعيد دعوة الخصوم، ما أنتم يا لجنة مع الاحترام مع اللجنة قالوا ألغيتوا الخصوم، قلتوا أطراف الدعوة، ليش تعيدوا هون بقرار من اللجنة دعوة الخصوم؟ الحكومة هون دعوة الخصوم، إجت اللجنة قالت لا مش خصوم، أطراف الدعوة وكلام سليم. إجت هون النقاط اللي ناقشناها قبل قليل قالت دعوة الخصوم، خلي انسجام بقرار اللجنة أطراف الدعوة ولا نقول خصوم في هذا المسألة. ثالثاً إدارة الدعوة معالي الأخ في إدارة الدعوة ثبت فشلها في المحاكم لأنها ليست لها صفة إلزامية. بروح على إدارة الدعوة بجوز ما روحش، أنا مدعي ما بدي أروح أو المدعى علي ما بدي أروح، ما بتلزمني إدارة الدعوة إني أروح، وإذا ما حضرنا الأطراف تحال القضية، يعني بعرقل بدهم بد سريعاً في إجراءات المحاكم، هذه تعرقل إجراءات المحاكم. إجراءات المحاكم يعني بقعد شهرين ثلاث، بقعد شهرين ثلاثة أمام إدارة الدعوة ما لها صفة إلزامية، بعدين إدارة الدعوة تحولها للمحكمة المختصة. ولذلك أنا أقول أطراف الدعوة وليس الخصوم انسجاماً مع ما ورد في قرار اللجنة القانونية. نقطة النظام تتعلق بتصحيح واقعة. الأطراف هو قبل قيد الدعوة، متى تبدأ الخصومة وترتب الدعوة آثارها ويسير عندنا مراكز قانونية عند قيد الدعوة في قلم المحكمة ترتب آثارها بموجب نص صريح. قبل ذلك نقول أطراف الدعوة. هون اليوم احنا نتحدث عن قضية أمام قاضي إدارة الدعوة، إذا القضية سجلت وقيدت وتم تبليغ أطرافها وبالتالي أصبحت الخصومة قائمة وصحيحة 100% مع كل وصوبنا الخلل الوارد فيما قبل ذلك. شكرا سعادة. إذا مقترح صالح المنطقة مقترح. المادة 13 أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا. إذا المادة 13 بالمجمل، من مع قرار اللجنة؟ برفع الأيدي. الأغلبية. 14 موافقة. 14 من مع قرار اللجنة؟ موافقة. 15 موافقة أولاً، ثم 7 موافقة بعد إعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي: إذا تبلغ أو تفهم الخصم في الدعوة بموعد لجلسة المحاكمة وصادف ذلك اليوم عطلة لأي سبب كان فتعتبر الجلسة مؤجلة بحكم القانون إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه. الأخ صالح. بعد أن يعمل مداخلة تعارض مع النظام وخاصة من أعضاء اللجنة القانونية إنه ما بيطلع لهم ما دام في اللجنة، هيك النظام بيقول. اليوم المجلسة المسائية ظاهر كلهم بلشوفية سيدي، فلذلك بترجع خلي رئيس اللجنة المرشاب المجلس كله ابو عماد خلي سيدي رئيس اللجنة بس طيب. والمقرر لا خلي اولا لما بطلب من نقاط النظام ابو عماد
يعني انت انا اتمنى منك انت تتساءل معي بانه لما تكرر نفس النصوص ويصوت المجلس اكثر من 4-5 مرات، فارجو انك انت يعني شوف انت ساعدني هذا مع الاخ اخطر المواد. طيب هات معنا شوف شو اقول لك. اذا كان الاثار التي تترتب على الحكم الصادر بمثابه الوجاهه في هذا القانون وفي اي قانون اخر يؤدي الى اعتبار انه الحكم من مثابه الوجاهه يصبح وجاهي، انا بمثابه الوجاهه ما حضرتش او وجاهي اعتباري، اجي عند النطق بالحكم وانا مش حاضر الجلسه، انا مش حاضر الجلسه، تعتبرني انا متفهم موعد صدور القرار وتصبح مدة الطعن سارية بحقي وأنا مش موجود في الجلسة. مبلغ وما جيت يعني. لا مش مبلغ يا سيدي، مبلغ على حضور جلسة من جلسات. طيب. وقررت المحكمة محاكمتي وجاهيا اعتباريا. بعديها انقطعت. امرضت، صار معي حادث، سافرت، ما صارش معي علم في الإجراءات اللي تمت. بعد هذه المدة يصدر قرار واعتبار بحكم الوجاهي ويصبح تاريخ التقادم او الطعن في القرار اعتبارا من صدور القرار اللي انا مش حاضر الجلسه فيه. كيف هذا؟ انا التقيت مع مئات زملاء المحامين محتجين على هذا النص وبشكل خطوره على حقوق عباد الله سواء كان مدعيا او مدعي. ما مش معقول هذا يا اخي. اسمع اجابه من معالي وزير العدل. ما نعرف المحاكمه اذا كانت وجاهيه يكون حاضرا. والوجاه الاعتباري في الإجراءات الحقوقية هو أنه يحضر أحد الجلسات ثم يتغيب. اللي بيصير عندنا من حيث الواقع العملي أن كثير من الخصوم يستغلوا هذه النصوص، وحينما تصبح القضية معدة للفصل يتغيب المدعى عليه، يصبح الحكم سابقاً وجهياً اعتبارياً. يلزم لغايات سريان مدة الطعن أن نقوم بتبليغه، يتوارى عن وجه العدالة، نأخذ فترة من الزمن لا تقل عن 6 أشهر حتى أبلغه. مجرد ما بلغته بيكون معه معذرة مشروعة. إحنا قطعنا الطريق على كل المماطلات والتسويف، وبالتالي الذي يحضر جلسته ويتفهم هذه الجلسة ويحضر المحاكمة ثم يتغيب، المفرط أولى بالخسارة، هو الذي كان يتوجب عليه أن يتابع. إذا كان تغيبه بعذر فيكون ذلك معذرة مشروعة أمام محكمة الاستئناف. وشكرا. حسين نقطة نظام بس لا تكون تصحيح واقع. سعادة الرئيس، إن فهمنا للنظام الداخلي أن الزميل الذي لا يحضر اجتماعات اللجنة صاحبة العلاقة ويتقدم باقتراح أن يكتفى بتلاوة اقتراحه من الرئاسة الجليلة، لأنه اشترط أن يقدم هذا الاقتراح مكتوبا، وهو بالتالي في الطريقة والممارسة العملية يأخذ حق زملائه الآخرين في النقاش، وهذا ما هو حاصل حاليا. النقطة الثانية تصحيح واقعة، تصحيح الواقعة أن النص لا يتحدث عما ذهب إليه الزملاء مع الاحترام. النص يتحدث عن وسيلة من وسائل المماطلة التي كانت سائدة سابقا، أنه يصادف يوم الجلسة عطلة رسمية لسبب ما. هذا الأمر يستدعي أن تقوم المحكمة بشهرين 3 حتى تبلغ أطراف الدعوة. طالما أنه الطرف الدعوة كان حاضرا لآخر جلسة وصادف يوم عطلة فيعتبر متفهما ذات اليوم من الأسبوع الذي يليه يعتبر متفهما، وهذا أبسط مفاهيم وقواعد العدالة سعادة الرئيس. إذا نصوت على مقترح السيد صالح. من مع؟ لم ينجح المقترح. المادة 15 أولا وثانيا أو المادة كاملة الأغلبية؟ مادة 16 أولا باء موافقة، ثانيا في 7 موافقة بعد إضافة عبارة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. النص المعدل وكويس النص، إذا صادف يوم عطلة يصبح حكما متبلغ يصبح في نفس الموعد. هذا نص غير هذا النص. صوتنا عليه يا سيدي. لا قصدي يعني حكما يعني ما طرح على التصويت، هو مقترحك وليس ما توضح بالزميل. بيختلف كليا. اما هنا استحدث نص جديد يا سيدي. اذا كان الخصم قد قدم شهاده خطيه مشفوعه بالقسم وطلب الفريق الاخر مناقشه الشهاد، هذه المشفوعه بالقسم هذه جديده، هاي في دعوه وبقول الخصوم بدل الاطراف. طيب يعني خلينا بصلب المقترح تبعك. صلب المقترح. اي شاهد الغاء اي شاهد استخدام وسائل الاتصال الحديثه، يعني ليس فقط وسائل الاتصال الحديثه وانما يترك للاصول اللي بتراعي التنظيم سواء وسائل
حديثة أو غير حديثة. شكراً. أنه استبعاد الشهادة الخطية عند عدم وصول الشاهد، لأنه هناك ضوابط وردت في المشروع القانون وكانت واضحة تماماً أنه يبلغ هذا الشاهد طبعاً وفقاً للأصول، فهو بالفعل مقصر بهذه الحالة، أولى بالخسارة بأنه لم يحضر أو يمثل أمام القضاء بناء على طلب طبعاً الفريق الآخر لمناقشته. أما فيما يتعلق في استخدام وسائل الاتصال الحديثة التي وردت في 7 طبعاً، وقياساً على ما ورد في قانون الأحداث واستخدام هذه الوسائل بإذن المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء طلب أحد الخصوم يعني سماع الأقوال بناء ذلك، وقد أثبتت يعني عمليا يعني جديتها ونجاحها، فإنه من الأجدر وفقا لهذا القانون أن ترد، ووفق مشروع القانون عندما أضاف هذه الوسائل. طيب من مع مقترح صالح العرموطي؟ مادة 16 كاملة الأغلبية. المادة 17-1 موافقة بعد الشرط عبارة وتبين المحكمة والاستعاضة عنها بعبارة على أن تبين. 2 موافقة. طبعاً في 4 موافقة بعد الشرط عبارة ويدل انتقال الهيئة الحاكمة وبدل انتقال الهيئة الحاكمة. أخ صالح، أنا لما أقول بدي المحكمة تجي خبرة وتقرر الخبرة والأطراف ترد، هل تعلموا أن النص الآن الموجود يعطي الخبير تقديم مذكرة للرد على ما أثار الخصوم والمحامين؟ طرف صار بالدعوة ليش أعطي هذه الصلاحية؟ الخبير قدم تقرير وحدد تقريره، بالتالي يا إما يعتمد أو لا يعتمد أو يناقش من طرف الوكلاء أو لا يناقش. أما أن أعطيه صلاحيات واسعة بتقديم مذكرات خطية لاحقة ويصير طرف بالدعوة، هذا مش معقول، ولا موجود في قانون أصول محاكمات بمعظم الدول العربية اللي اطلعت على قوانينها، لا يوجد أنه نعطي صلاحية للخبير أن يصبح طرفاً ويقدم مذكرات خطية. الخبير يقدم تقريره إما اعتماد أو مرض أو يناقش تقريره فقط. تفضل رئيس اللجنة. أنه ما ورد في المادة 380 المعدلة المقصود بذلك تمكين الخصوم من بسط الغاية من الخبرة، قد يكون المسألة التي يراد الخبرة فيها مسألة فنية وهي في الأغلب العام الأحوال، قد يكون المحامي يعجز عن بيان المسائل التفصيلية بالمسألة الفنية، فيستعين بخبير يقدم له مذكرة يقدمها للقاضي ليوضح له ويبسط له الأمور حتى يقنع القاضي بهذه الخبرة. الخصم الآخر من منطلق العدالة يحق له أيضاً أن يستعين بخبير آخر ليبين وجهة نظره بعدم أهمية هذه الخبرة وعدم الفائدة منها. الآن ليس الخبير الذي يقدم بل هو الخصم، والخصم يعود إما لوكيله أو لذات المدعي والمدعي متى كان يجوز له الحضور المحاكمة. الغاية من هذه المادة تمكين الخبراء والخصوم من بسط ادعائهم بالمسائل الفنية، موجودة في كل دول العالم المتقدمة. شكرا. أنا ودي أبو عماد تسأل معي لأنه إحنا عم بنأخذ وبنعطي كثير في الموضوع، خلينا في صلب المقترحات. الآن صالح العرموطي مع شطب قرار اللجنة. من مع مقترح صالح؟ لم ينجح. من مع قرار اللجنة بالمادة 17 كاملة الأغلبية؟ المادة 18 في بنودها من 1 يعني أنا شايف في جدول يعني مشروع قانون مقدم، أنا قاعد عم بصوت على كل مادة تصويتين، واحد لأبو عماد وواحد للمجلس. المادة 18 ولا مادة أنت فلتها لي، كل المشروع كاين يعني. يلا ماشي، تفضل على مادة 18. فتح الله كما يحب المحكمة أن تتخذ من عدم إيداع المبلغ، ليش يعتبره إذا ما يعني دخل؟ يعني أنا ضد هذا وطالب بإلغاء الفقرة اللي واردة فيها. الأغلبية. المادة 19 كاملة موافقة. من مع قرار اللجنة المادة 19 موافقة. المادة 20 كاملة موافقة. من مع قرار اللجنة المادة 21 موافقة. المادة 22 على 22 موافقة بعد الشرط بعبارة ولا تكون قاطعة لمدة مرور الزمن المانع من سماع الدعوة. 3 من مع قرار اللجنة المادة 23 موافقة. 24 موافقة. 24 شو رأيك أبو عماد؟ أنا بعد هالمناقشات والله بفكر أرفع اسمي بصوت المحامين سيدي المزاولين. لا ان شاء الله يعني مش معقول يا سيدي والله لغايه اشكرك لغايه بارك الله فيك يعني جثلي حتى لو ما تم الاخذ فيها
تثري الموضوع. صح. تشكل ثقافه عامه. بالمية بالعكس يعني انت الله يطول عمرك بتوجه المجلس بالتوفيق. تسلم يا سيدي، بارك الله فيك. اقترح تحديد طريقه التعامل، شو يعني ايش تترك السلطه التقديريه وكذلك الاسباب الكيديه، بقولوا اسباب كيديه والتعنت، كيف انا بدي اقدر التعنت والاسباب الكيديه واتركها سلطه لمين؟ اثرت تفرقه، كما اقترح شطب او بغرامه تعادل الرسوم. احنا الرسوم مع الاخ تصل في المحاكم اليوم 5000 دينار الرسوم. انا اذا بدي افرض غرامه واترك قاضي يزعل علي وقال لي انت دفوعك التي تثار كيديه، كيديه انت بتثيري، وكثير المحاكم قررت توقيف محامين بسبب الدفاع عن موكليهم، وبالتالي تعتبرها كيديه. ليش تعتبرها كيديه؟ وبعدين كيديه وتغرمني 5000 دينار، بتهد الحيل والله، بتسكر المكتب المحامي. فانا ضد ان يكون الغرامه، وهذا استحداث جديد، غرامه 5000 دينار. اذا سمحتوا بصوت على مقترح سيد صالح تحديد طريقة للتعنت وكذلك الأسباب الكيدية التي قد لا تكون هناك سلطة مطلقة أو نتيجة إثارة الدفوع القانونية أو الطعن بالحكم كما أقترح شطب أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية. من مع مقترح صالح؟ لم ينجح مقترح صالح. من مع قرار اللجنة المادة 24؟ رفع الأيدي. الأغلبية. المادة 25 موافقة. المادة 25 من مع قرار اللجنة؟ موافق. 26 موافقة بعد الشطب وأربعة وستة. عبد المنعم مخالفة. اللجنة الكريمة ذهبت في أولاً، خلينا نوضح للزملاء شو هذه المادة. هذه المادة خلينا في صلب المخالفة لأنه أنا بس عشان نتوضح الصورة. هذه المادة تتحدث عن الطعون التي يطعن بها المتضرر من القرار الصادر في الدعوة قبل صدور الحكم النهائي في الدعوة، إذا من القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوة. فهذه القرارات في الغالب الأعم من هذه القرارات هي تؤخذ وسيلة من وسائل المماطلة والتسويف أمام المحاكم، وهي تطيل أمد النزاع إلى سنوات. كيف؟ أنا كمدعى عليا بدي أماطل، بروح بتقدم الطلب اللي هو أن هذه الدعوة مردودة لمرور الزمن، هذا الطلب. بدأت المحكمة توقف السير في الدعوة وتروح وين على الدعوة الأصلية، وتمشي في الدعوة وتفصل في الدعوة، وبعدين يفصل، وبعدين بعد ما تفصل فيه تروح على الاستئناف، وبعدين القضية كلها بعد ما تروح على الاستئناف بتروح على التمييز. المحكمة بتكون مشينا سنة ونص يا أخوان، سنة ونص في الدعوة والدعوة واقفة واحنا في الطلب. في احصائيه اخواني، احصائيه من 70 ل 80% من الطلبات التي تقدم اللي في مرور الزمن، رد الدعوه لمرور الزمن، هي طلبات غير محقه. هاي احصائيات موجوده. فبالتالي اخواني انا اخالف، يعني وبتمنى على اللجنه انها تذهب مع رايي بان نبقي مرور الزمن من ضمن الطلبات المستثنى من الطعن والاستئناف، وأن يفصل في هذا الطعن مع الدعوة الأصلية، يعني أن يستأنف هذا الطعن قرار المحكمة بالطلب بمرور الزمن مع الدعوة الأصلية، وأن لا يفصل وأن لا يطعن فيه بمفرده، وأن يبقى مع الدعوة الأصلية. هذا لأنه إذا أبقينا على ما ذهبنا إليه في اللجنة هذا سيؤدي إلى المماطلة، إلى التسويف، إلى طولة أمد التقاضي، وبعتقد أننا سنقع في حالة من لن نحقق الهدف من وراء هذا التعديل الذي جئنا فيه في مشروع القانون. شكرا معالي الرئيس، هذه النقطة ترى من الأهمية بمكان، وما تحدث به الزميل المحترم في مخالفته قد نتفق معه، لكن الدفوع التي أشارت لها اللجنة هي دفوع تثير مسائل أولية تغني القاضي عن الفصل بالموضوع عند قيام عناصرها، وأهمها وجود شرط التحكيم انتست معه كويس، وأهمها وجود شرط التحكيم والدفع القاضي مرور الزمن، علة مرور الزمن. وأنا سأطرح مثالا بسيطا، إذا سمحت مهم القضية إجرائية، سأطرح مثال بسيط. المثال البسيط في موضوع الدفع بمرور الزمن، سأفترض أن فلانا قد تقدم بدعوى بقيمة 5000 دينار بموجب مستند صرفي كمبيالي على سبيل المثال،
بعد مرور الزمن 5 سنوات وضمينا هذا الطلب الى الدفع كما هو مراد له في مخالفه الزميل، وجاء محامي الخصم ووجه يمينا. هنا اليمين ليس فيها الا 3 خيارات، اما ان يحلفها او ينكل عنها او يردها، وفي جميع الحالات سيخسر دفعا قام اساسا على عدم مكنة الالتجاء الى القضاء. لا اتحدث عن سقوط الحق هنا، وانما اتحدث عن عدم استعمال المدعي لحقه في اللجوء الى القضاء في هذه القضيه، فما ذهبت اليه اللجنه مع كل احترام وتقدير هو الاصوب وهو الاجدب. رئيس اللجنه، يعني اذا بدنا نشتبك كلجنه قانونيه تحت القبه تراكم تشتتوا المجلس. لا 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 يا سيدي، لا يا سيدي، في مخالفه للزميل بيطرح هذا التصويت. احنا يعني نحترم او تتبنوها او تخالفوها. نحترم مخالفه الزميل، والحقيقه هذه الماده اخذت يعني حوار مطول امام اللجنه، واحنا بعتقد انه اللي دفع نحو باتجاه هذا المشروع واجراء التعديل بانه هناك احصائيات تشير الى ان هناك عدد كبير من الدفوع التي تقدم بناء على الماده 109 هي الحقيقة تطيل من أبد التقاضي سنوات وسنوات، فلذلك آثرت اللجنة الملكية ابتداء ومن ثم الحكومة أن تتبنى هذا المشروع وتشطب وتجعل الطعم بالقرارات الصادرة بهذه الدفوع بنهاية الدعوة وليست مستقلة. يعني قد أتفق الحقيقة مع الزميل في جانب واحد، لانه احنا في حوار مطول. كيف بدنا نصوت الامام يعني تتبناها؟ اخوان الان ساطرح للتصويت، وجوز اذا يفترض ان تاتيني خطيا مكتوبه بالحرف. لجنه رئيس اللجنه، انا فقط على مرور الزمن ان يستثنى. نسمع معالي وزير العدل. يا اخوان يعني اعطيناك واضعفته حتى ما جمعنا من معلومات. شكرا سعاده الرئيس. هذه الدفوع التي وردت في الماده 109 هي اصلا في القانون الاصلي، وهي في كل دول في كل التشريعات، هي دفوع شكليه يجب اثارتها قبل الدخول في اساس الدعوه. اللي بيصير عندنا في الواقع العملي ان كل معظم المدعى عليهم يثيروا هذه الدفوع للمماطله والتسويف. الان اذا اثير اي دفع منها امام القاضي احتمالين، الاحتمال الاول ان يجد القاضي ان هذا الدفع في محله، فعندئذ يوافق ويقرر رد الدعوة. هذا رد الدعوة متفقين مع الجميع ومع القانون الأصلي أنه يجوز قابل للاستئناف، لكن إذا وجد القاضي أن هذا الدفع للمماطلة ويرده، الحقيقة أنه كان القانون الأصلي في ثغرة أنه قابل للاستئناف، يعمد المدعى عليه رغم أنه كيدي هذا الطلب ويستأنفه ويأخذ فترة زمنية طويلة ثم يستأنف طلب آخر. شو هناك يعني؟ اسمح لي سيدي، هناك في المحاكم 3 سنوات القضايا ما دخل النظر فيها. احنا عملنا قلنا حقه بانه يطعن ويستانف، لكن من نتيجه الحكم فيما يتعلق بما اثاره سعاده الدكتور مصطفى ياغي فيما يتعلق باليمين الحاسمه، اخي العزيز اذا ردينا الطلب لعدم جديته ولعدم توفر الاسباب القانونيه، الاليه التي يعمل عليها القاضي ينتقل للموضوع. اذا صار في تحليف يمين من المدعي عليه للمدعي سيستأنف المدعى عليه حتما القاضي للاستئناف، واحنا اشتغلنا قضاء استئناف. اسمح لي يا مصطفى يا اخوي يا سيدي، يا ما اما بتديروا بدون واخذ الحديث من خلال الرئاسي او انه بنطلع برا بنتحدث فيها ثنائي. ما في خوف سيدي امام محكمه الاستئناف، لان قاضي الاستئناف اذا ما اثير الطعن معالي سيبدا. انا بدي توضح لي حتى اصور. نعم. أنت مع مخالفة الزميل ولا مع قرار اللجنة؟ مع شطب 4، مشان توضح لنا حتى نعرف. أنا مع سعادة عبد المنعم. يعني مع شطب البقرة 4 اللي هو شطب البقرة 4 من المدى مشروع القانون كما ورد من الحكومة. تبنيته يا مصطفى؟ احكي. ومصطفى الثاني أخي في تصويت، هلا بنطرح التصويت. ممكن تعطي رئيس اللجنة حق الحديث مثل ما أخذتوا أنتم؟ يا سيدي أكرر، نتبنى نعم نتبنى ما تلاه الزميل اللي هو شطر البقرة 4 من المادة 26. تمام. مرور الزمن، إذا من مع قرار اللجنة مع التعديل الذي تم؟ الأغلبية. شكرا. المادة 27 موافقة.
من مع قرار لجنه 27؟ موافقه. 28 موافقه. من مع قرار لجنه 28؟ موافقه. 29 موافقه. من مع قرار لجنه 29؟ موافقه. 30 موافقه. 30 ابو عماد. عندنا استئناف. بدي استئنف بجوز تكاليف ومصاريف. اعطى القانون حق ان يكون لديه استئناف تبعي. لماذا نحرم اي طرف من اطراف الدعوه بان يستانف استئناف تبعي؟ شو معنى استئناف تبعي؟ يعني واحد خسر قضيته بيستانف. بيجي الطرف اللي كسب القضيه يستانف استئناف تبعي لاستئنافه. لماذا يتم الغاء هذا النص؟ انا مع الابقاء على النص ان يكون هناك استئناف اصلي واستئناف تبعي، لانه الاستئناف التبعي ما في دفع رسم، بدون دفع رسم، وبالتالي الابقاء على هذا النص. إذا المقترح صار العرموطي شطب قرار اللجنة والعودة إلى الأصل لم ينجح. من مع رأي المادة 31؟ موافقة. 32 موافقة. من مع قرار اللجنة 32؟ موافقة. 33 في جيم موافقة. قرار اللجنة في جيم 33 موافقة. 34 موافقة. 34 من مع قرار اللجنة؟ موافقة. 35 موافقة. من مع قرار اللجنة بالمادة 35؟ موافقة. 36 شطب المادة. صالح العرموطي؟ معلش فشكت لي عن 32 ما مش مشكلة. خلص إذا بدك تميز أنت قرار محكمة وإن شاء الله ما بتتعرض أنك تخسر قضية وتميز. والله كان أشتكي عليك. شايف يا سيدي؟ كان ترفق بس قرار المحكمة الاستئناف. الآن شو عملوا بالتعديل؟ بالتعديل الحكومة عملت لازم ترفق صورة عن قرار ملف أوراق الدعوة وبينات فيها وفيه أمر تعجيزي، يعني بدك تقدم بينات والأوراق. أولاً بدك تقدم طلب تصوير، ثانياً تتعرض الملف للتلف، رابعاً إنه الملف ما فيه داعي، ثالثاً بدك تحتاج لتصديقات. طب ما احنا الملف كله بالنتيجة بيطلع على محكمة التمييز والاكتفاء. اللجنة مقترع الشطب المادة. لا لا يا سيدي. كيف لا؟ لا يا سيدي. شطبوها. 36 شطب المادة. شطبوها. المادة مطاعة لها تمييز. إذا شطبتها كويس. يعني الله يرضى عليك، أنا فكرة بدك ترجعها. لأنه لا لا. اللجنة يا سيدي. اللجنة شطب المادة 37 الأغلبية. 38 شطب المادة. من مع قرار اللجنة بالمادة 38؟ الأغلبية. 39 موافقة. من مع قرار اللجنة 39؟ الأغلبية. 40 شطب المادة. من مع قرار اللجنة بالمادة 40؟ شطب المادة. 41 موافقة. من مع قرار اللجنة 41؟ موافقة. 42 موافقة. من مع قرار اللجنة بالمادة 42؟ موافقة. القانون بمجمله موافقة. شكرا لكم ويعطيكم العافية، وترفع الجلسة إلى صباح يوم الأحد. عفوا مساء يوم الاحد، مساء يوم الاحد. لزملائنا اللي بالعقبه مشان يلحقوا يجوا.